طبعا بدأ اللقاء ما بين اللاعب يوسف ابو شريخ وعبد الرحمن من الكويت. لقاء من العيار الثقيل وزن 120 كيلو جرام. ركلة قوية من يوسف ابو شريخ الى اللاعب الكويتي عبد الرحمن. اوه لكمات خطا فيه. كومبينيشن لكمات رائعة. يسقط اللاعب الكويتي لكن يتمالك نفسه. دفاع مستمر. هل غطي وجهك غطي وجهك ويوقف الحكم النزال. يوقف الحكم النزال. ابو شريخ يا ابو شريخ. ويفوز اللاعب. شوف المرونة. يوسف ابو شريخ ما شاء الله. مباراة قوية ويفوز في اللقاء